رجعنا معاكم واسمحوا لي ان ارحب بضيوفنا اللي منورينا النهارده في استوديو مسلسلاتي واللي بجد مختلفين. انا حاسه ان شاء الله النهارده حلقتنا هتكون حلوه ومختلفه لان بجد كمان ضيوفنا حلوين ومختلفين. اسمحوا لي ارحب بالاعلامي والفنان اكرم حسني او سيد ابو حفيظه. ازيك يا منى؟ عامله ايه؟ ازيك يا اكرم؟ اهلا بيك واهلا بايات، ومنورين دايما مسلسلاتي ومنورين قناه النيل كلها. ربنا يخليك. ميرسي يا اكرم. وكمان اللي منورنا النهارده باول مره بيتهيألي على شاشه التلفزيون، السيناريست والشاعر حسن المهدي. اهلا بيك يا حسن. اهلا بيك يا منى واهلا بايات. اهلا بيكم منورينا. اهلا وسهلا. انا عايز اقول لك على حاجه بس، انتوا بتعرفوا حسن، قلتوا السيناريست حسن المهدي. اولا حسن ما شاء الله عليه متعدد المواهب، يعني حسن بيكتب سيناريوهات وبيكتب قصايد، يعني شاعر انا بشوفه عبقري من الناس. يمكن هو لم يكتشف بعد بس ان شاء الله ده بيحصل. لا احنا عايزين نسمع النهارده كمان. انا بقول لك على الفيسبوك بس يعني لسه انا عارف ان حسن لسه عنده اكتر يعني. وبعدين انا ما بعتبرش حسن بالنسبه لي سيناريست او يعني احنا الورشه عندنا ما شاء الله كبيره وناس كتيره جدا بيكتبوا اسماء كتيره، بس انا بعتبر حسن شريك نجاح. لان من تاني موسم في ابو حفيظه من النشره الجزء الثاني وحسن موجود معايا، يعني بيختلف عن اي حد بيكتب معايا. حسن انا زي ما بقول هي يمكن شريك نجاح، دي ادق يعني وصف ممكن اوصفه. عارفه لما حد يبقى مش فكره بس كتابه، بيبقى مهموم لي. يعني انا قلوق جدا في الشغل، ولما باجي اشتغل ببقى متوتر، وبعد ما بنكتب اقعد اقرا الكلام، ولو مش كل وكلنا ما ضحكناش نعيد، وساعات ده بيبقى محبط جدا للناس اللي حواليا يعني. وحتى حسن يعني ان احنا نقعد نشتغل في حاجه وبعد ما كلنا نبقى راضيين عنها ارجع اقول لهم ايه، لا مش لا نكتب ونقطع ونعمل. يعني هو ممكن يخلص حاجه وانت تقول له لا انا مش قادر عليها مش عايزها؟ ده هو ده العيب. اسعد الله مساءكم، اللي هو قبل حدوته قبل النوم كتبناه ثلاث مرات. انت بتقول قبل النوم زيهم على فكره. تعديت منهم. حدوته بعد النوم. بعد النوم. كتبناه ثلاث مرات. ثلاث مرات؟ ثلاث مرات. تخلص وتكتب؟ بنلغيه خالص. يا 30 حلقه. اصل في كمان حاجه ثانيه في الصعوبه ما قلتهالكيش، ان احنا بنكتب على احداث بتحصل. ايوه. فعلى بال ما بنيجي نصور بتطلع احداث جديده ادمت وطلعت احداث جديده، خصوصا دلوقتي كل ربع ساعه في حدث جديد وفي حاجه جديده. فده يمكن برضه اللي معطلنا اليومين دول، ان احنا طب احنا وبعدين. مين كان صاحب فكره الاغاني اللي هي وطني حبيبي وطن، اللي هي الاغاني اللي احنا عارفينها وغيرتوها؟ اكرم بس انا ما صدقت بقى يعني، هو جالي بقى. بس ما خفتوش؟ كانت جميله. ما خفناش من ايه؟ لا كان فيها كلام كتير من المقارنات. وكان قبل الثوره. قبل الثوره. ايه يعني انتوا ايه ما بتخافوش يعني؟ لان انتوا كنتوا بتقولوا كلام، بس برضه يعني يذكر للتلفزيون انه اذاع في نايل كوميدي. ده على فكره ده انا بقول ده دايما. صح. بقول ده دايما والله. يعني انا يعني قبل ما اعمل اسعد الله مساءكم قعدت مع المسؤولين في التلفزيون وقلت لهم ان ابو حفيظه تحديدا السنه دي سقفه عالي جدا. قالوا لي احنا ما عندناش مشكله. قلت لهم هقول كلام جامد. قالوا لي ما عندناش مشكله. لو حاجه من دول اتقطعوا هيبقى عندي مشكله. قالوا لي لا مش هيتقطع يعني. واشهد فعلا نايل كوميدي مفيش حرف اتشال من البرنامج يعني. لا إن شاء الله. يبقى الموضوع في قبول باذن الله. احنا معانا على التليفون استاذ خالد شافانا رئيس قناه نايل كوميدي. مساء الخير يا استاذ خالد. مساء الخير يا استاذه، ازيك اخبارك ايه؟ الو الو مساء الخير. احنا مش سامعينك في الاستوديو. مساء الخير، ازيكم؟ ازيك يا استاذ خالد؟ الحمد لله. احنا سامعينك من الاير بيس لان انت صوتك موجود في الكنترول لكن مش موجود معانا في الاستوديو. انا مش سامعك يا خالد. ازيك يا اكرم، اخبارك ايه؟ طيب احنا معلش، هي الواضح ان في مشكله بس احنا نرجع نتصل بيك تاني، ان صوت جوه الكنترول بس. بس هو قال في الكنترول ازيك يا اكرم، رد عليك. احنا شفنا شخصيات يعني مثلا على سبيل المثال شخصيه مشهوره قوي واللي هي شخصيه اتش دبور، احمد مكي قدم بيها اول فيلم سينمائي ليه اللي حقق نجاح كبير. ما فكرتوش ان انتوا تستغلوا سيد ابو حفيظه برضو في فيلم سينمائي يعمل لكم بقى النقله من يعني من شخصيه سيد ابو حفيظه للسينما وبعد كده يظهر شخصيه اكرم؟ بص انا كان الهدف فعلا ان بعد ابو حفيظه ما اتعرف من خلال التلفزيون ان انا اروح بيه سينما لسببين. السبب الاولاني تاريخ للشخصيه دي، لان السينما ذاكرتها طويله. يعني انت النهارده بتتفرجي على افلام اسماعيل ياسين من 50 سنه بالظبط لسه بتشوفيها، لكن الفيديو لو قلت لك مثلا مسلسل من 20 سنه هتفتكري الاسم والابطال بس يعني هنعطل جوه بقى يعني مش فاكره الاحداث قوي. ففكره وجود ابو حفيظه في السينما بيأرخ للشخصيه، بيقول ان في الوقت ده كان في شخصيه عملها واحد اسمه اكرم
شكلها كده. واسمحوا لنا ان احنا نرجع على طول باتصال استاذ خالد شبانه. الو 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 كده سامعيني بقى ولا لسه؟ سامعينك يا استاذ خالد، سامعينك يا استاذ خالد. استاذ خالد، يعني حضرتك طبعا احنا عرفنا في المره الاولانيه بس نعرف مره ثانيه، رئيس نايل كوميدي، انت تحسب لك ان انت في رمضان اللي قبل اللي فات، يعني رمضان اللي قبل الثوره، قدمت اسعد الله مساءكم. ما خفتش؟ هم هنا اللي قاعدين معانا قلبهم ميت، ما خافوش؟ لا احنا ما خفناش، احنا من اول ما بدانا في نايل، اول ما بدات على اكرم طبعا ثاني. ازيك يا خلوده، اخبارك ايه؟ استاذ مهدي ازيك، اخباركم ايه؟ الحمد لله تمام. لا ما خفناش، والدليل طبعا هو ان من اول ما القناه بدات واتجاهها والبوليسي بتاعتها والسياسات واضحه لمعالم تقديم الكوميديا الهادفه الراقيه بعيد عن الاسفاف وبعيد عن اي محاولات لتشويه حد او للمساس بسمعه حد، اتجاهاتنا كانت واضحه من اول خالص، سواء بنتكلم في السياسه بنتكلم في المجتمع. والدليل ده اسعد الله مساءكم في رمضان 2010 انتجنا حكومه شوف رمضان 2009، ولكن كلكم عارفين ظروف عدم اذاعته. كنا بنقدم اعمال كرتونيه جريئه جدا زي اي كلام فاضي معقول، وسانتو دياستي اللي يركز في الاعمال دي هيلاقي فيها مسجات واضحه وصريحه في اطار كوميدي او بتختفي او بتتستر زي ما بيقولوا وراء الكوميديا. الجرأه اللي كانت فيها اعمال اكرم او ابو حفيظه كان لازم كان يعني كان ناخد حاجه منها. فكان 2010 كان يعني شرف لينا ان احنا نذيع اسعد الله مساءكم، وللاسف بقى الاعمال الاخرى ما قدرناش لظروف الثوره وما بعد الثوره واللخبطه اللي حاصله في سوق الانتاج الفني. انما بنحاول دلوقتي، واكرم اكيد عارف ان احنا بنشوف العمل الجديد هل هنقدر نستعين بيه ولا لا. ودلوقتي احنا جاري التفاوض على حدوته بعد النوم بتاع اكرم مع الشركه المنتجه، وقدموا عرض رسمي وان شاء الله اللجنه العليا للشراء افتراح لشراء العمل. حدوث قبل النوم ولا بعد النوم؟ الاعمال اقرب الدقيقه كلها يعني مفتوحه استاذ خالد، بابها مفتوح ليها يعني. استنوا بقى دايما خمسه ما تقلقوش ان شاء الله. ميرسي يا استاذ خالد، ميرسي يا اكرم، ميرسي يا على خير. وين انت من اهله؟ ميرسي قوي لحضرتك، ميرسي قوي. هتروح كضيف ولا هتروح كمقدم؟ والله الاثنين، الاثنين شرف ليا يعني، سواء كده او كده يعني. انا يعني حتى يعني وقت ما كلموني علشان يبقى اسعد الله مساءكم على التلفزيون المصري، قلت لهم يا جماعه يعني احنا من واحنا عيال صغيرين بنتفرج على نيلي وشريهان وفطوطه وبكار، يعني التلفزيون المصري هو في رمضان هو يعني القناه الرسميه والتلفزيون الرسمي يعني. فلا بالعكس يعني انا شرف ليا ايا كان هبقى ايه يعني باذن الله. حسن، عايزين نسمع شعر. انت اصلا كلامك قليل فنشوفك بقى في الشعر. نسمع نسمع الافعال. كلام حسن القليل. حسن شخصيه خجوله جدا، ويعني بتتكلم بالعافيه ساعات مثلا نبقى ماشيين طريق طويل بالعربيه. والله يعني طب ايه اقول؟ طب انا المره دي بيني وبين نفسي انا مش هنكش حسن ومش هتكلم في حاجه، واما اشوف حسن هيكلمني امتى؟ نقعد مثلا ساعه لما بتروحوا يتكلم في التليفون. لا بس هقول لك حاجه بقى، لا بس حسن برج الميزان، وبرج الميزان كلهم كده صمت رهيب، ما بيتكلموش كتير. طبيعه الكتاب بيحب يفكر اكتر ما يتكلم يعني. بس لما بيتكلم يا جماعه بيقول كده درر، بيتكلم بيقول درر. احنا عايزينك تتكلم. الشعر بتاعه رائع. هتقول ايه؟ نقول رحله عم حسين. يلا ده راجل مصري بنستعرض اليوم بتاعه من اول ما نزل، بما فيه بقى من هموم ومشاكل واشاعات وحاجات اللي احنا بنعيشه يعني، كل اللي احنا بنعيشه. اوكي. فبقول كان يا ما كان وما كانش زمان، راجل طيب قوي غلبان واسمه كمان الحاج حسين. عم حسين اهو قام من النوم ودخل في هدومه، ولا كان عارف ده يوم الاربع ولا اتنين. وصل الشغل متبدر ساعه، شال في بضاعه وحط بضاعه، اصله مطبق ورديتين علشان ست شفيقه زميلته خدت الاذن بساعه ارضاعه بقى لها يومين. قبل ما روح دخل اتوضى وصلى جماعه مع الباقيين، وهم مديرهم شافهم لامهم لقوا ادالهم خصم يومين. اثر الشر وجابها البر علشان يلحق سته بشرطه من البساتين. في الاتوبيس كومساري بيزعق خشوا شويه كده يا جماعه، ومع الباعه حجر ولاعه او سماعه للودنين او قلمين على كام نعناع واستكارين. عم حسين اتلقى في عياله اللي عايز له دروس واداله، واللي لازم له غسيل جنبين، ولا مراته وسمح حماته خلوا حياته هباب الاثنين. هربت منه وحطت بنته، قام بتخض وفط ونط واتزحلق له زحلقتين. نط بسرعه من الاتوبيس، نط بخفه من الاتوبيس والخفه صنعه، بس يا عيني ما كانش في باله انه هينزل في البلاعه.
يا دي الليله السوداء بتين. عم حسين جوه البلاعه شاف اسرار ما شافتهاش عين، شاف الفروه يا الصرصار حاضين بعض ومش خايفين، وشاف صورته في جورنان تحتيها انه اختفى من يجي شهرين بعد ما سرق البنك وفلسع وفي جيبه هبره ملايين، وان مراته خلعت منه كمنه تخين. حس كانه في حلقه ازازه، بس في نعمك منه اجازه من السمعين. اه يا بلد قايمه على اشاعه ومعلقه ناسها في شماعه بتمرجحنا شمال ويمين، عم حسين اقصد ما هو طالع من البلاعه ليوم الدين. الله جميل. وفضل في البلاعه ارتاح. الحياه الحياه تحت احسن من فوق. طب يعني احنا معانا على التليفون الفنانه الكوميديه نوره السباعي. الو. الو، ازيك؟ مساء الخير. مساء النور، اهلا بيكي. إيه، عايزه امسي عليك واشكر قناه المسلسلات الاول ان هي استضافت لنا النجمين الجمال استاذ حسن والنجم المبدع اكرم. حبيبتي يا نور اهلا بيكي. والله لا، انت اللي ممتعه والله، ودمك زي الشربات. فظيعه ما شاء الله عليك. شويه بس اسلم على ايات ومنى عشان دول مزز المسلسلات. ازيك يا نور؟ امرتين يعني ده كلام. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا نور؟ ربنا يخليكي. لان الناس مش عارفه يا حبيبتي، ربنا يخليكي، الناس مش عارفه الوجه الاخر لاكرم. بتشوف الوجه الفني الجميل بتاع ابو حفيظه وما بتشوفش الوجه الجان بتاع اكرم، يعني قمر ما شاء الله. يعني هقول لك على حاجه يا نوره. قول حاجتين ثلاثه. قول يا سيدي. عاده المذيع بتاع الراديو لما بيطلع للتلفزيون بيقع. لا ليه؟ لا مش دايما. ما انا هقول لك ليه. بس هقول لك ليه. لان مذيع الراديو ده الناس كل حد بيسمعه راسم له صوره. فعاده الصوره بتبقى توم كروز، بتبقى حد قمر يعني. هو يمكن مش بيقع بس ما بيبقاش نفس النجاح. فلما بيطلع من الراديو للتلفزيون ناس تتخض. ايه ده؟ ده اللي احنا كنا. فكونك تطلعي من الراديو لابو حفيظه فده مكسب كبير جدا. الحمد لله. عشان لما تطلعي من ابو حفيظه ايا كان شكلك بقى حلو مش حلو هتبقى اكيد هيكون ارحم من ابو حفيظه. بالظبط. والله زي جورجي اكلوني كده. بالظبط. اكلوني. قولي لي يا نورا، حتى وانت وابو حفيظه وانت عامل ابو حفيظه يعني الوجه الاخر الجميل بتاعك باين. لا فعلا باين ان انت برضو حد جميل، وهم يا عيني مدممينه او مشوشين الصوره دي من فضلك. يا عيني. قلت لك يا عيني. انت بس عشان عينيكي حلوه والله يا نوره بتشوفي الحاجات حلوه. يا حبيبي اكرم، انا سعيده جدا ان شفتك النهارده وسمعتك، وسعيده بمكالمه الاستاذ خالد شبانه. استاذ خالد شبانه كمان احب اوجه له تحيه واشكره لان اشتغلت معاه. هو مش مخرج بس، وبيشتغل مدير قناه كوميديه. هو دمه خفيف. هو مخرج بيتميز بانه دمه خفيف. ده حقيقي. فانا سعدت طبعا بالشغل معاه، وفي انتظار شغلي معاه برضو ان شاء الله ان شاء الله رمضان باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. وبحب اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وفي انتظارك يا اكرم في رمضان نفسنا نخرج شويه من الاكتئاب، مستنيينك تضحكنا ان شاء الله يا نوره. ويعني دايما كده متالقه ودم خفيف وتلقائيه وطبيعيه، ويعني بتضحكي من غير صعوبه، يعني الموضوع سهل كده. فربنا يعني يا رب يحفظك. يا رب ربنا يخليك يا اكرم، وكل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه يا نور. ربنا يخليك. ميرسي ليكي. ميرسي قوي يا نور. ميرسي ليكي. واهم جمهور بيتهيأ لي السيده فاطمه يوسف والده اكرم حسني. الو. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. زي حضرتك منورانا. الله يخليكي، الف شكر. لما شفتي اكرم وهو وسيم وجميل كده وشفتيه وهو عامل سيد ابو حفيظه، كان ايه رد فعلك؟ كان رد فعلي كنت مش قادره يعني اقول لك على الفرحه اللي جوايا. اصل اكرم طول عمره دمه خفيف جدا جدا من هو طفل، كان يحب يقلد الفنانين ويحب يحفظ امي بقى لازم تقول كده والحاجات دي، فهو موهوب من يومه. انا عايز اقول لكم بس الاول، ازيك يا ماما؟ ازيك يا حبيبي؟ منوره الدنيا كلها. الله يخليك يا حبيبي. دي اول مره. منور والله. ربنا يخليك يا حبيبي. دي اول مره امي على فكره تطلع في اي حاجه من يوم ما انا طلعت. طب ده حظنا. يعني انا سعيد جدا ان انا بسمع صوتها. خجوله جدا زي حسن بالظبط. نعم. هي بتقول خجوله زي حسن. والله انا مستغرب انها عارف امي من الناس اللي هم كلامهم قليل بس يعني ربنا يحميها لي يا رب. هي ابويا وهم يمكن هم واسرتي كلها يعني هم اللي ورا النجاح ده، وبفضل دعائهم ما كانش الواحد هيبقى اي حاجه يعني.
ربنا يخليك يا حبيبتي. بنشكر حضرتك جدا يا فندم، وان شاء الله دايما تشوفي اكرم في احسن الاماكن باذن الله. واحنا متشكرين جدا، متشكرين ليكي، وكل سنه وانت طيبه. عيد الام خلاص بقى، طيبه وانت طيبه بصحه والف ربنا. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيب يا حبيبي. على الكلام الجامد ده، انت لازم تجيب هديه كبيره قوي في عيد الام. لا، ما انا في بيني وبين امي كده شويه الهدايا والكلام الفاضي ده، كلام ده مش هو ده يعني. مش هو ده الهدايا دي بدعه، مش هو ده، في حاجات اهم. طب احنا بنشكركم وبجد استمتعنا جدا معاكم، وميرسي يا حسن، انت اول مره لسه منى بتقول انك تطلع على شاشه التلفزيون، فميرسي انك كنت معانا النهارده. ربنا يخليك. انا ميرسي يا اكرم، ميرسي جدا جدا يا ايات، ميرسي لمنى، وسعداء ان احنا كنا معاكم. يعني يا رب ما نكونش قفلناها حزين شويه. لا بس يعني ان شاء الله، يعني الشكل العام وحال البلد بشكل عام يكون للاحسن.